رحلة إلى جبل حرفة بالسعودية. جبل مرعب تتحول فيه الصخرة الصماء ليلا إلى باب حديدي. ما هو جبل حرفة؟ وهل هو فعلا مسكن للجن والشياطين؟ ما مصير من يذهب للجبل ليلا؟ أسئلة كثيرة نسألها عن جبل حرفة، ولكن ما هي أجوبتها؟ جبل حرفة مكان مرعب ومخيف، يجب عليك أن لا تفكر أبدا بزيارته، وهناك مصير مؤلم ينتظر كل من يذهب لذلك الجبل. يسمع أصحاب القرى المجاورة لجبل حرفة أصوات قرع طبول ورقص، أصوات غامضة تصدر عن الجبل. هناك قصص عديدة تروى عن جبل حرفة، ومما تناقله الناس عن هذا الجبل أن هناك فتاة بكر ذهبت لتستقي من إحدى الآبار المجاورة لجبل حرفة، وإذا بها ترى خاتم ذهبي على وجه البئر، وأثناء محاولتها لسحب الخاتم إذا بها تشد بقوة باتجاه البئر لتسقط داخل البئر وتختفي عن الأنظار. لم يفلح أهلها بالعثور عليها، وبعد عدة أيام تفاجأ أبوها بدخول ثعبان كبير للمنزل، ولما حاول قتله فإذا بالثعبان يتكلم. هذا الثعبان هو جني من سكنة جبل حرفة، وهو من سحب الفتاة. أخبر الثعبان الأب بأنه تزوج من ابنته وأنه جاء ليخبرهم بذلك بعدما ألحت الفتاة على الجني بإبلاغ أهلها. هناك قصص وروايات كثيرة تدور حول جبل حرفة. يقال أن أحد الصيادين كان يحاول صيد طائر في منطقة الجبل، ولما صوب بندقيته عليه سمع صوتا غريبا، ثم انتزعت البندقية من يده وكسرت على الفور، تحولت إلى قطعتين. عندها أصيب الصياد بحالة من الهلع والخوف وابتعد على الفور. أما القصة الأغرب والأكثر رعبا فهي أن صديقان سمعا قصص جبل حرفة، قررا مواجهة الخوف والذهاب للجبل ليلا واستكشافه. وبالفعل ذهب الصديقان محمد وناصر للجبل عام 1995، وبمجرد وصولهما بدأت أمور غريبة تحدث، بداية من السيارة التي تعطلت من دون أي سبب، مرورا بأشياء كانت تظهر وتختفي، بالإضافة لأصوات مرعبة وصرخات. كانوا يسمعون أصوات أطفال تلعب وتضحك، ولما التفتوا لمكان صدور الصوت تحولت الأصوات إلى صوت بكاء أطفال. شعر الصديقان بالخوف والرعب، قررا العودة والرحيل، ولكنهما سمعا صوت امرأة تستغيث وتستنجد، فذهبا لمصدر الصوت فلم يجدوا سوى قطعة قماش تحترق. بدأ الصديقان بالبكاء خوفا، أحس ناصر بشيء يلمسه من الخلف، ولما التفت رأى طفلا مبتسم قال له: تقول أمي أنكما أيقظتما أخي الصغير. سقط ناصر مغشيا عليه من الخوف، وبعدها قطف محمد بالحصى، ولما التفت لمصدر الحصى وجد امرأة تقف أمامه، قالت له: لقد سكن طفلي جسد صديقك ناصر. بدأ محمد بالبكاء ثم تفاجأ بمنظر مرعب. بدأت المرأة بأكل الطفل الذي تحمله، قالت له: الآن أنت ستكون ابني. فأجاب محمد: ولكني إنسان. فصرخت بوجهه وقالت له: أعلم ذلك، ولكنك قتلت ابني أثناء سيرك. فسقط محمد من أثر الصدمة، وبعد أيام عثر على ناصر مقتول داخل الجبل أمام محمد، وقد عثر عليه على بعد 600 كيلومتر من الجبل. كان في حالة مخيفة، بدأ بسرد ما حصل معهم فاتهمه الجميع بالجنون. وضع محمد بمصحة للأمراض العقلية، وبعد عدة أسابيع قتل محمد داخل المشفى بحادث غامض ومرعب. والآن وبعدما سمعت كل هذه القصص المرعبة عن جبل حرفة، هل تملك الجرأة للذهاب للجبل ليلا؟ لا أعتقد أن هناك إنسان يجرؤ على ذلك. بالحقيقة لا داعي للمخاطرة بحياتك. إذا كنت من محبي المغامرة يكفي أن تشترك